الله يصبحكم بالخير مشاهدينا، وبالطاقه والنشاط ايضا رح نبدا اولى فقراتنا بتمارين رياضيه في موضوع بيأرق كثير من النساء، خاصه انه احنا مقبلين على فصل الصيف. اليوم رح نحكي كيف ممكن نقلل ونتخلص من الدهون اللي خاصه بمنطقه البطن وايضا الخواصر. يعني موضوع مهم، وبتخيل انه بحفز كثير من النساء كمان يشاهدونا وركزوا معنا. بسعدنا نناقش هذا الموضوع وتمارين رياضيه خاصه من المدربه حنين منصور. الله يصبحك بالخير. وصبحك بالخير يا ربي. يعني ايش السر اللي حكيت لنا اياه قبل ادخل على الاستوديو انه في خلطه سحريه؟ انا يعني فكرت انه احنا حكينا خلطه اعشاب. خلطه اعشاب هي ليكي خلطه راح تكون موجوده من قواعد معينه لازم نعملها، ان كان باستخدام نظام غذائي سليم، بالاضافه انه احنا ننام ساعات كافيه من النوم، نشرب مي كثير، بالاضافه لتمارين رياضيه رح تساعدنا انه هاي التمارين انه احنا فعلا انه نتخلص من الدهون الموجوده حول البطن، يعني منطقه البطن والخواصر اللي هي بيعاني منها الشباب والصبايا. يعني هناك في فكره انه دائما كمان اصعب منطقه ممكن نتخلص فيها الدهون هي منطقه البطن، هذا فعلا صحيح او التمارين ممكن تساعد انه لا يعني يكون بشكل متساوي مع بقيه الجسم؟ لك هلا هو طبعا احنا الرياضه لما بتمارسي الرياضه انت بتمارسي الرياضه لجميع اعضاء جسمك، عرفتي، ولازم انت تشتغلي على كل شيء فيها، بس لما بيكون في عندنا مشكله بمنطقه معينه بدنا نزيد التركيز عليها اكثر، فبالتالي هاي التمارين لما احنا بنشتغل عليها اكيد احنا بنساعد كمان في، رح نلاحظ انه بالتمارين رح نعملها اليوم عم نحرك كمان جسمنا العلوي وعم نحرك كمان جسم السفلي، مش بس فقط البطن، بس احنا بنركز على عضله البطن هون بهاي التمارين، بالاضافه انه احنا نساعد انه يتخلص من الدهون اللي موجوده بهي المنطقه. اكيد طبعا هاي التمارين لازم تكون بشكل منتظم، انه مش بس هاي التمارين طبعا بشكل منتظم. احنا اليوم التمارين رح نعملها بيقدر اي واحد يعملها، موجود السيدات موجودين بالبيت بيقدروا يعملوها، ممكن كمان اذا بدنا ناخذ بريك بالعمل وبدنا نعملهم هدول شوي لحتى نغير من نشاطنا، هي هدول التمارين ما بياخذوا اكثر من 20 دقيقه من وقتنا، فبالتالي بنقدر نعملهم باي وقت باي مكان، رح يكون سهل انه نتعامل معهم، المهم انه نحفظهم ونعمل تكرار لهم، واكيد النتائج رح تكون، انا متاكده انه رح تكون في نتائج فعاله. يعني كمان مشوقه نشوف التمرين اكثر، بس بالبدايه كمان انا حابه ابارك لك، انت حصلتي على المركز الاول في ماراثون رياضي هو من نادي شباب البيره، كان ماراثون تحت اسم ذكرى الشهيد ناصر عابد وهو شهيد الانتفاضه الثانيه، هو كمان بطل رياضي ايضا. بطل رياضي. مبروك. شكرا، الله يبارك فيكي. هذا يعني بحفزنا نقتدي في هذا والله. وانا كمان حفزني يعني انه كمان لما اخذت المركز الاول كان هيك حسيته إشي كثير عظيم، و يعني كانت الله يبارك فيك المشاركه هي بذكرى انه بطل رياضي، والرياضه مثل ما هي دائما إشي عظيم في حياتنا وإشي مهم، وبالتالي كمان انه ذكرى الشهيد، فكانت التنظيم من نادي شباب البيره انه يكون هذا الماراثون يشارك فيه من فئات عمريه مختلفه ومن كلا الجنسين، فكانت تجربه كثير حلوه ومبادره رائعه جدا كانت. وفعلا انه الحصول يعني على مركز اول للسيدات كان إشي مميز وانا مبسوطه فيه الحمد لله. يعني الف مبروك حنين، واحنا كمان فخورين جدا فيكي وفخورين في هاي المناسبه واحياء ذكرى ابطالنا كمان بهذه الطريقه طبعاً الرياضيه طبعاً الرائعه طبعا طبعا. وهي الطريقه خلينا نقول اكثر من اكثر الطرق اللي فيها الولاء والاخلاص بانك انت تحيي ذكرى شهيد بطل رياضي بهاي الطريقه. صحيح. طيب يعني مش رح تهربي من التمارين، نشوف لا التمارين. ما رح نهرب من التمارين، بس اللي بدي اقوله قبل ما نعمل هاي التمارين عشان أكيد. نكون مستعدين لها. رند هاي التمارين لازم يرافقها نظام غذائي سليم وصحي، لازم يرافقها كمان انه احنا ننام ساعات نوم تكون معقوله من 6 ل 8 ساعات، لازم نكون مرتاحين من يعني طاقه مرتاحين، لازم كمان يرافقها انه احنا نشرب مي كثير، يعني احنا لازم نشرب باليوم لترين مي، لازم دائما يكون شرب المي موجود معنا. نبعد طبعا ضروري جدا وجبه الفطور، وجبه الفطور اذا الواحد بده يعمل على انه يتخلص من الدهون بمنطقه البطن اول شيء لازم يعمل انه هو ياخذ وجبه الفطور، وجبه الفطور بتكون خلال اول ساعه من صحوتنا من النوم مش بعد ساعتين ثلاثه. يعني هذا بيعني انه احنا كمان قبل ما نلعب التمارين لازم نكون ماكلين، لازم يكون في عنا، وطبعا هاي تمارين خفيفه بنقدر نعملها، بس اي ممارسه للرياضه بدها تكون فيها مجهود كبير، دائما بيكون تناول الاكل بيكون قبل بساعتين من ممارسه الرياضه. وللي بده يمارس رياضه ويخفف من الوزن بده يحاول يبعد عن انه ياخذ وجبته الغذائيه بعد رياضه ما يعني يمارس الرياضه بساعه ساعه ونص. كمان بحب كثير اكد على نقطه مهمه اللي هي موجوده عندنا، انه احنا بعد الساعه 7 المساء ما بدنا ناكل، اوكي، دائما تكون وجبه العشاء خفيفه جدا ويكون في ساعتين لثلاثه قبل النوم. حسستك يعني عارفه خبايص الناس وعم بتقولي لي انه اكيد يعني يعني زي ما من الخبره والممارسه بنشوف، فاحنا بعد الساعه 7 المساء بدنا نحاول انه احنا فعلا انه ما نتعشى ما ناكل، واذا اخذنا
وجبة عشاء تكون وجبة خفيفة. وجبة خفيفة يعني عم نحكي عن صحن سلطة أو برافقها أي إشي من البروتين. فهاي ضروري جداً للي بده يتخلص من بطنه من الدهون اللي حوالين البطن بالإضافة للتمارين اللي رح نعملها هلا. فالأسلوب اللي حكينا عنه هو عشان كمان يقلل بالتحديد دهون البطن يعني كتير من الناس اللي ما بتفطر كتير طبعًا. من الناس اللي ما بتحرم حالها أصلا طبعًا. من العشاء بس ذكرتي إنه وجبة العشاء تكون خفيفة ويكون فيها بروتينات. بالضبط بالضبط لأنه كمان في وجبة الفطور إحنا لما بناخد وجبة الفطور خلال أول ساعة لما بنفيق من النوم احنا بنحرق بهداك اليوم بين 200 ل 250 سعر حراري اضافي عن اللي ممكن نعمله، يعني ما يعادل انك انت مشيتي ساعه كامله من رياضه المشي. وبرجع باكد انه رياضه المشي المشي السريع والهرولة هي رياضه كتير مفيده لحتى نتخلص من دهون البطن والكرش خلينا نقول يعني. فبالاضافه لهدول التمارين لازم هدول نمارسهم معهم، بس اللي ما عنده وقت بيقدر يعمل هدول ال 20 دقيقه. طيب ممتاز. أوكي. احنا جاهزين كمان نشوف التمارين مستعدين ان شاء الله نكون كلياتنا، وانا بحب انه اشجع الكل يكون موجود معنا بهاي التمارين. التمارين رح نعملها اليوم رح تكون في تمارين كارديو وتمارين لعضلات البطن. تمارين الكارديو حتى تعطيني انه انا ازيد من سرعه دقات قلبي، فبالتالي رح يصير في انه مرحله اوصل لاحرق سعرات حراريه اكثر. كل تمرين رح نعمله رح يكون في فاصل بيناته تمارين قلبيه الكارديو، فنستعد لانهم للتمارين ونكون مستعدين دائما، بطننا مشدود، نتنفس، الشهيق دائما من الانف والزفير دائما من التوب. مع بعض نبلش، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 20. خلصنا اول مجموعه 20، ايدينا هون، ركبنا متنيه، بطننا جوا، وايدينا عند الصدر. 1 2 بحرك منطقه البطن والخواصر وانا شاده بطني، وكمان بتنفس شهيق زفير. 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 20. نرجع مرة تانية للكارديو. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 20. ايدينا فوق، بلش نرفع ركبتنا بزاوية قائمة. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. نتنفس، نحافظ على التنفس لأنه أهم شيء بالرياضة المحافظة على التنفس، لأنه ده كمان نضلنا شادي بطننا. رند أول تمرين لشد البطن هو إحنا فعلا دائما نحافظ عليه أنه يضل مشدود، حتى لو إحنا قاعدين على مكتب، حتى لو إحنا قاعدين بالسيارة، يعني هو عم نمارس أي شيء بالضبط. 6 7 8. حتى الناس مش عندهم كرش حنين. طبعا 1 طبعا 2 3. هي تعويد، عودي انك انت تشد العطله وبتقدري تكوني هيك. 8 9 10. عملنا كمان 20، نرجع نفس الوضعيه، ركبنا متنيه وبطننا جوا. 1 2 3 4 5. عم بعتمد بهذا التمرين اني انا اشغل عضلات البطن والخواصر. 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 20. نرجع للكارديو مرة تانية، بطننا جوا. حتى بهاي التمرين إذا عم بتلاحظي رند كمان، إحنا عم نشغل كمان عضلات تانية بجسمنا، إن كان بالأرجل، بالأفخاد، بالورك، ببطننا، بإيدينا، كمان حتى لما بكونوا مشدودين مثل هذا التمرين إيش عم بيساعد؟ بالتحديد بالبطن أو الخواصر؟ هذا بيساعد على أنه أرفع درجات دقات قلبي اللي هي رح تساعدني أني أصير أحرق دهون وتحفز الجسم أكثر. هي هاي تمارين بتحفز الجسم أكثر، كمان بالإضافة أني بشتغل فيها على الأوراق والأفخاد. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. هلا التمرين الثاني، اللي ايدينا هون عند صدرنا، كيك. 1
2 3 4. برفع رجلي زاوية قائمة وبضرب كيك. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. ونرجع مرة تانية. 1 2 3 4 5 6 7 8. عم نلاحظ انه كل تمرين عم نعمله ان كان الكارديو 20 والتمرين عم نعمله 20. طبعا تكرارهم ما بنكتفي بس بال 20، بعد ما نخلصهم بنقدر نعمل 3 مرات من كل تمرين فيهم، لنعمل 60 مثلا. هاي الناس اللي ما عندهم قدره ببدايه التمارين انهم ينطوا لهي الدرجه ويتحركوا بيقدروا يتحركوا بهاي الطريقه. اوكي، مهم ممكن انه يتحركوا بهاي الطريقه. ضروري هذا السؤال، كثير منيح، لانه احنا ما بدي كمان انه اللي عندهم اي اصابات بظهرهم او بالركاب او بالرقبه والدكتور منبه عليهم انه هن ما يمارسوا اي رياضه تحت اشرافهم، ما يعملوا هاي التمارين الا يكونوا متاكدين من الطبيب انه هو بيقدر يعملوا. اوكي، وكثير مريحه التمارين. انا فكرت انه تمارين البطن رح تكون كثير اكثر، يعني هلا هاي جزء من تمارين البطن رن. اوكي، رجلنا اليمين لورا وايدينا فوق. 1 2 3. هاي جزء من هاي التمارين. عالم الرياضه كثير كبير ومتوسع، وفي عندنا كثير تمارين، وعالم الرياضه مليان مليان جدا بالتمارين. التنويع بالرياضه جزء كثير مهم، وبنعكس الرجل الثانيه. فبالتالي احنا كل ما نوعنا بجسمنا للرياضه بتكون النتائج دائما عندنا اسرع واحسن، ودائما بنحصل على جسم يكون فيه لياقه ورشاقه عاليه. 9 10. نرجع مرة تانية. 1 2 3. رند، بتعرفي انه هذا التمرين كمان كثير مفيد لعضلات الوجه؟ يعني معلومة. كمان نعم، حتى كمان الوجه في له عضلات ولازم نحافظ عليه الرياضة. طيب عشان هاي بدها فقرة اذا هيك انت. ايوه. بس كمان انت عم تحركي شيء في وجهك هلا؟ لا، بس هي العضلات اوريدي بتتحرك. ايوه، انا بس عم بضحك. الابتسامة كمان بتحرك عضلات الوجه. 9 10. هلا ايدينا هون وبدنا نعمل 1 2. كمان الكيك بده يوصل لعند ايدينا، بطني جوا. 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8. دائما بطننا مشدود ودائما نتنفس. واخر جوله. 1 2 3 4 5 6 7. هو بنزيد التحدي فيه وبيخلينا هذا الاشي نحرق اكثر بالدهون. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. اخر تمرين، رجل الشمال متنيه واليمين على جنب مفروده، ايدينا هون وبدي احاول ارفع رجلي. 1 2. اللي بشتغل عليه هون هي عضلات الخصر، فلازم يكون بطني مشدود مرتكزة على رجلي الشمال، ما في أي ضغط على الظهر. 7 8 9 10 بالضبط. رجل اليمين هون وشمال، برجع بعيد كمان نفس المرة. 1 2. جسمي ثابت من هون. 4 5 6 7 8 9 10. هاي كانت التمارين. مثل ما قلت لك، هي جزء بسيط من مجموعة التمارين انه احنا ممكن نعملها. طبعا الناس ببيوتهم بيقدروا يزيدوا على عدد اللي انت قلتيه. انا مثل ما قلت لك، هلا احنا عملنا تكرار، هن كانوا 12 تمرين، كل تمرين عملنا منه 20 مرة. كل ما كررنا منهم بتكون النتيجة احسن، يعني لو عملناها 3 أو 4 مرات بالاسبوع وعملنا من كل جولة 60 بيكون موجودة، بالإضافة إنه إحنا بنقدر نشرب مي دائماً كمان معها. برجع بأكد كتير كتير ضروري شرب المي. بدي أسألك عن شرب المي. إيه؟ قبل التمرين وبعده، خلاله بنقدر نشرب مي أو بيأثر وإحنا عم نقدر ناخد إنه مثل ما قلت لك، بس إحنا بناخد كميات قليلة جداً، يعني بس عشان إنه لما نحس إنه كتير إحنا عطشانين وبحاجة للمي، لأنه المي فيها أكسجين كمان بدخل لجسمنا، ناخد كمية كتير قليلة مش كتير، يعني ما بشرب نص القنينة.
اشري يعطيك العافية. نقدر ناخذ مثل هيك نتفة صغيرة تكون، بس يفضل قبل ممارسة الرياضة بنص ساعة انه ناخذ نص يعني كاستين ماء يكونوا كاملين قبل الرياضة بنص ساعة. خلال الرياضة بالساعة كاملة اللي بنعملها ممكن ناخذ كمان كاسة او كاسة ونص يعني على فترات متقطعة، وبعد ما نخلص الرياضة ونهدى وجسمنا ويصير في عنا كول داون ونرجع للوضع الطبيعي ناخذ كمان كاستين مي. فمعناته احنا ضمننا بهاي الساعة ونص في عنا لتر من المي شربناه، فأكيد رح نقدر نشرب بباقي النهار الثاني كمان لتر. وهذا التمارين بالتحديد لمنطقة البطن والخواصر بتفضلي انه يكون بنفضل يكون بعد وجبة الفطور بساعة، ولا بنفضل يكون باخر النهار، او مش مشكلة؟ هاي مو مشكلة، حسب كيف كل واحد الوقت اللي بيكون موجود مسموح له. بس انا بفضل انه اذا بنقدر الصبح منها نشاط، منها حيوية، منها رح تعطينا طاقة، منها انه احنا نبلش كل الموضوع رح ياخذ معنا بس ربع ساعة لعشرين دقيقة. مو غلط انه احنا ناخذ وجبتنا الفطور ونعمل هاي التمارين لحتى نلاقي كمان نتيجة اسرع. طيب يعني بشوف تمارين حنين برضه بتحفز انه يلعب، بده يكون نشيط وعنده طاقه بنفس بشكرك كثير حنين على وجودك معنا لليوم، بتمنى لك اكيد نهار سعيد، وبتمنى اكيد المشاهدين يكونوا استفادوا من هاي النصائح اللي قدمتها. شكرا كثير لك رند، وانا مبسوط اني انا كمان التقيت معك مره ثانيه، فهذا شيء بيشرفني. شكرا كثير لك. هلا عرفنا انه في تمارين للوجه، وعرفنا انه في تمارين ثانيه، في كثير تمارين مثل ما قلنا هو عالم واسع، وان شاء الله انه دائما بنكون نعطي دائما اشياء جديده للجمهور، دائما ان شاء الله يكونوا انبسطوا معنا اليوم. اكيد شكرا كثير لك حنين، واكيد كمان بنذكر كل المشاهدين انهم بيقدروا يتواصلوا معنا عبر القناه الخاصه على اليوتيوب، وبيقدروا يشوفوا التمارين بشكل مفصل اكثر اللي قدمت لهم حنين. نشكر حنين وننتقل هلا لفقره الابراج، خلينا نشوف ايش حضرنا لكم اليوم.